أنا محدثكم راتب عبد الحافظ قواسمي من مواليد القدس وسكانها. طبعا المعيشة والعيش في مدينة القدس صعب جدا ونواجه صعوبات كوننا نعيش تحت احتلال. بالنسبة للمسجد الأقصى أي السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى هي للاحتلال، من يسمح بدخول مسلم أو غير مسلم هو الشرطي الإسرائيلي الحارس على أبواب المسجد الأقصى. كل ما نخشاه أن لا يؤول إليه المسجد الأقصى ويصبح مصيره كالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، حيث هناك تقسيم زماني ومكاني. أيضا الأحداث الأخيرة في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى يعني كان الهدف منها سواء يعني عندما تم وضع البوابات الإلكترونية أو الكاميرات، هي تهيئة للسيطرة زمنية ومكانية أيضا على المسجد الأقصى. لكن والحمد لله رب العالمين، هبت شباب أهل القدس والوقفة البطولية التي وقفوها على مدى أسبوعين من يوم 14 تموز وحتى يوم فتح أبواب الأقصى، استطاع شباب مدينة القدس أن يحموا مسجدهم بما استطاعوا. الزيارات أو التقسيم الزماني قبل 14 تموز هناك زيارات يومية يقوم بها المستوطنين، أعدادهم لا تزيد في الغالب عن 200 شخص. بعد الأحداث وفي اليوم الأول أو الثاني من فتح بوابات المسجد الأقصى، استطاع الدخول أكثر من 1300 مستوطن في يوم واحد، وبعتقد هذه سابقة يعني لم تحدث من قبل هذا العدد يدخل في يوم واحد.